السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع تكملة حلولنا في كتاب جيم الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول. طبعا احنا وقفنا الحلقة اللي فاتت عند حلول التمارين اللي كانت موجودة على الجرامر، تعالوا بقى نشوف باقي تمرينات الدرس الأول والتاني واللي بتبتدي في صفحة 20، وطبعا ده شغل محادثة. وطبعا يا حبايبي اللي عايز يعرف شغل المحادثه يتفرج على الحلقات اللي موجوده في صندوق الوصف اللي اتكلمنا فيها بشكل مفصل عن تكوين السؤال How to make a question، ويعني ايه فعل مساعد، ويعني ايه فاعل، ويعني ايه اداه استفهام. كل ده لو عايز تعرفه ادخل على صندوق الوصف وهتعرف كل حاجه عن تكوين السؤال، يعني شغل المحادثه بتاعنا. تعالى يا حبايبي يلا نشوف المحادثه اللي في صفحه 20. طبعا حبايبي عشان احل المحادثه كويس لازم اقرا راس السؤال كويس، وبعد ما اقرا راس السؤال كويس لازم حبايبي اقرا المحادثه كلها الاول وبعد كده ابدا احل. ليه؟ لان في اجابات ببقى انا عايزها فوق معلومات عنها موجوده تحت، او معلومات انا عايزها او محتاجها موجوده في راس السؤال. فهنا راس السؤال بيقول له عمر is asking عمر about his summer vacation، يبقى اذا عرفنا من راس السؤال ان هو بيساله عن اجازه الصيف. فعمر بيقول له هاي عمر، اهلا يا عمر، how was your summer vacation؟ يعني كيف كانت عطلة الصيف بتاعتك؟ فقال له هاي عمر. فلما سأله سؤال قال له I went to the beach with my family. It was very fun. ده كان جميل جدا وممتع. فعمر قال له That sounds awesome. هنا awesome يعني ممتع رائع. What did you do there؟ يعني ماذا فعلت هناك؟ فرد عليه فقال له The water was warm and nice. يبقى أكيد هنا هو عام. فبقول له Did you play any games there؟ لعبت أي ألعاب هناك؟ فنشوف هتجاوب بيس ونوع على حسب اللي بعدها. قال له I played many games. انا لعبت العاب كتيرة. فسأله سؤال قال له I played with my brothers. يعني انا لعبت مع اخواتي. تعالوا بقى يا حبايبي بعد ما قرينا المحادثة بالكامل نمسك نقطة نقطة ونحلها. طبعا حبايبي السؤال الاولاني سأله عن العطلة بتاعة الصيف. وطبعا من خلال الكلام عرفنا ان هو راح الشاطئ وراح وعام وعمل حاجات كتير. فاذا الرحلة ديت او الاجازة دي كانت رائعة. فلازم لما يسأله عن اجازة الصيف هقول له it was wonderful. يعني it was wonderful يعني كانت رائعة. لازم اجيب صفة كويسة، ما ينفعش اجيب صفة وحشة ابدا. ليه؟ عشان هو عمل حاجات كتير. فسأله سؤال قال له I went to the beach with my family. It was very fun. تاني قلنا تكوين السؤال اداة استفهام فعل مساعد فعل فعل اساسي. طيب هو هنا اهم حاجة ان انا اجيب اداة الاستفهام واقول له انا رحت الشاطئ. يبقى اذا كان بيسأله اين، يبقى اين معناها where. بعد اداة الاستفهام حبيبي انا محتاج فعل مساعد. طيب فينا فعل مساعد؟ هقول لك لا. طب وانت هتقول لي في الماضي فلازم اجيب did. يبقى where did I بتتحول في الاجابه ليو، فاقول له where did you go، اين ذهبت؟ فقال له انا رحت الشاطئ مع اسرتي. it was very fun. فقال له that sounds awesome، ده رائع. what did you do there، عملت ايه هناك؟ طبعا عرفنا الاجابه منين. قال له the water was warm and nice. يبقى اذا هو نزل الميه، فاكيد قال له I. خلي بالك ان السؤال في الماضي فلازم الفعل يجي ماضي، فهقول I swam in the sea. I swam in the sea يعني انا عمت في البحر. فعمر قال له Did you play any games there؟ هل انت لعبت العاب كتير؟ يا ترى هجاوب بيس او نو على حسب التكمله. قال له I played many games. خلاص يبقى اكيد هقول له يس. قلت بعد جاوب بيس حبايبي اطلع ابدل يو بتتحول في الاجابه الاي، فهقول يس I did. I played many games. او ممكن كمان ما اجيبش I did وتبقى الاجابه بس Yes I played many games. نعم انا لعبت العاب كتيره. فساله سؤال قال له I played with my brothers. لعبت مع اخواتي. طبعا اخواتي دول عاقل فهسال عنهم حبايبي هو. عايز اقول له انت لعبت مع مين؟ طب اداه استفهام محتاج فعل مساعد هجيب ضد عشان الفعل في الماضي. طب اي هتتحول، هتقول لي اي هتتحول ليو، هرجع الفعل المصدر ويبقى who did you play with، يعني انت لعبت مع مين. يبقى مهم جدا حبايبي اقرا راس السؤال، افهم المحادثه كويس، وبعدين ابدا احل نقطه نقطه. طبعا حبايبي في صفحه 21 دي حاجه جميله بيعملها كتاب جيم، بيجيب لي مثال على الباراجراف اللي انا ممكن اكتبه في الوحده دي اللي هي ماي لاست سمر فاكيشن. اذا الوحده اصلا بتتكلم عن اجازه الصيف، فبيجيب لي باراجراف بيعرفني فيه ازاي اكتب عن اجازه الصيف والحاجات اللي انا عملتها ورحت فين. فاقرا كويس عشان يبقى مصدر ليا لان انا اقدر اكتب باراجراف عن السمر فاكيشن. تعالوا حبايبي بقى نشوف التمرينات العامه اللي على الدرس الاولاني والثاني واللي بتبدا بسؤال الليسننج. المفروض ان احنا بنسمع وبعد كده بنجاوب. طبعا حبايبي في نص الاستماع بيقول لي هاي يا عمر، ذي سمر واز جريت، الصيف ده كان عظيم. اي بلايد فوتبول افري داي، لعبت كوره كل يوم.
At first I played with some of my neighbors. لعبت الأول مع جيراني. Our street is quiet. الشارع بتاعنا هادي and very safe. آمن جدا. We had a lot of fun. استمتعنا كتير. هنا بقى حبايبي بيقول لي How was Omar's summer vacation؟ يعني كيف كانت الأجازة بتاعت عمر؟ طبعا شكل ما سمعنا إن هي كانت great. Number two بيقول لي What sport did he play every day؟ يعني إيه الرياضة اللي هو لعبها كل يوم؟ طبعا هو كان بيلعب فوتبول كرة القدم. طيب تعالوا نشوف يلا بيقول لي Who did he play with؟ لعب مع مين؟ أكيد طبعا مع his neighbors يعني جيران. Number four بيقول لي How is Omar's street؟ يعني كيف كان شهر عمر؟ طبعا حبايبي احنا عرفنا ان هو كان كوايت وسيف عشان كده هقول both B and C. طب تعالوا نشوف يلا المحادثة في رقم 2 بيقول لي بسملة and كادي are talking about their summer vacation. بيتكلموا عن اجازة الصيف فبتقولها where did you spend your summer vacation؟ اوعى تجاوب الا لما تكمل المحادثة. فردت عليها لها how was the weather in Alexandria؟ كيف كان الطقس في اسكندرية؟ يبقى كده عرفنا ان هي راحت اسكندرية. That sounds exciting. Did you swim in the sea? فردت عليها سألتها سؤال لا because I can't swim well. لأن بعرفش عم كويس. سألتها سؤال تاني لا yes we did. We had a lot of fun. فإذا لما قلت لها where did you spend your summer holiday؟ أكيد هتقول لها in Alexandria. أكيد طبعا قضيتها حبيبي فين؟ في اسكندرية. طب تعالى نشوف قالت لها how was the weather in Alexandria؟ طبعا قالت لها that sounds exciting. يبقى لازم توصف الطقس ان هو كويس. يبقى اكيد هقول it was wonderful. يعني كان رائع. تاني it was wonderful. فقالت لها that sounds exciting. Did you swim in the sea؟ طبعا من الكلام عرفنا ان هي ما بتعرفش تعوم. فاكيد هنا لازم تجاوب بنو ما تجاوبش بيس. فهتقول no وبتتحول لاي واقول no I didn't. فسألتها سؤالت لا because I can't swim well. لاني ما بعرفش عوم كويس. طبعا هنا هسأل بلي ليه اللي هي يا حبيبي لماذا why. طبعا بقول لها ليه ما عمتيش والكلام في الماضي. يبقى هنا هجيب الفعل المساعد منفي. يعني اقول why didn't والفعل بتاعي you. يبقى هقول why didn't you swim in the sea. يعني ليه انت ما عمتيش في البحر. فقالت لها لاني ما بعرفش عوم. فسألتها سؤال قالت لها yes we did we had a lot of fun. البلكولاد قلنا طالما الإجابة بيس يعني السؤال يبدأ بفعل مساعد. طيب الفعل المساعد هنا مين؟ هتقول لي did وي شكله أي بالظبط بتتحول ليو. إذا هقول did you ورجع فعله الأصل have. يبقى did you have fun. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال التالت. عندنا sports يعني رياضات. عندنا take يأخذ have amazing. amazing بمعنى مدهش. terrible يعني فظيع. وhad بمعنى يمتلك أو بمعنى يقضي. بقول last vacation يعني الأجازة اللي فاتت أو العطلة اللي فاتت was a. يبقى أنا عايز صفة لكلمة vacation. طيب أكتب على طول ولا استنى؟ هقول لك استنى لأن هنا في terrible يعني سيئة وamazing مدهشة. فقال I decided to help my neighbor. يعني قررت إن أنا أساعد جاري. خلي بالكوا حبايبي تاني. قررت إن أنا أساعد جاري. He asked me to volunteer at a local A tournament. I was excited. يعني كنت متحمس to a part in it. The tournament was big with many people playing different sports. It was fun. طالما قال لي it was fun خلاص فهي كانت رائعة. Working with them we had a great time together. يعني استمتعنا بوقت كويس مع بعض. إذا last vacation was لازم أقول هنا حبيبي amazing. مش هينفع أقول terrible. I decided to help my neighbor. He asked me to volunteer at a local A tournament. طبعا اكيد at a local sports tournament يعني في مسابقة رياضية محلية. فقال لي I was excited to take part in it. طبعا خدنا يشارك فيه اسمها take part in. The tournament was big with many people playing different sports. It was fun working with them. We had a great time. طبعا يستمتع بوقت اسمها had. يبقى we had a great time. تعالوا يلا حبايبي نشوف السؤال الرابع. بيقول لي the group picked up litter. يعني التقطيط جمعت زبالة and took it to the recycling A. اكيد طبعا خدوها للريسايكلينج سنتر يعني مركز اعادة التدوير. number 2 بيقول لي يونس and عصام are active members in their A. طبعا هم اعضاء نشيطين فين؟ هتقول لي في مجتمعهم. فأكيد هقول community. تعالى حبيبي نشوف نمبر 3. بقول my teacher asked us to a world with no internet. طبعا طلب مننا ان احنا نايه العالم بدون انترنت. ترى نذكر ولا نكرر ولا نتطوع ولا نتخيل؟ اكيد طبعا نتخيل. يبقى imagine. هنشوف نمبر 4. بقول لي
سعيد ايه the ball into the net and scored the goal. طبعا هنا إيه حبايبي معناها ان سعيد شاط الكورة، يعني ايه شوت؟ يبقى kicked. Kicked the ball into the net. تعال نشوف نمبر 5. والعلا plans to take A in Europe next summer. يعني بتخطط ان هي take A in Europe في اوروبا next summer الصيف اللي جاي. يا ترى هقول take tower يعني تاخد برج، ولا take a vacation تاخد عطلة، ولا technology، ولا leader اكيد طبعا vacation يعني عطلة. نمبر 6 بيقول ميادة A her homework after school every day. كل يوم حبايبي اكيد طبعا ميادة does her homework يعني بتعمل الواجب، الواجب بياخد الفعل does. فاطمة always tidies up her room at the end of the day. طبعا في نهاية اليوم اسمها at the end of the day. تعال نشوف نمبر 8 بيقول we ate the house last Saturday. طبعا last من علامات الماضي فلازم اختار ماضي بحقول كليت. تعال نشوف نمبر 9 بيقول Mary watch the film on TV last night. طبعا last night من علامات الماضي والفعل هنا في المصدر يبقى لازم النفي حبايبي بكلمة didn't. نمبر 10 بيقول ايه هنا at the cinema last evening. خلي بالكوا حبايبي هنا last evening من علامات الماضي، طب اسال بديد هتقولي مفيش ديد، ولو ديد موجوده مش هاخدها لان مفيش فعل حبايبي، يبقى روح لواز وير وهنا مفرد تاخد واز. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الاخطاء. نمبر 1 بيقول my dad drive me to school this morning. this morning هذا الصباح من علامات الماضي فلازم اقول drove ده فعل شاذ. Jack not help his neighbor last week as he was busy. طبعا الكلام في الماضي عشان last week وعندنا فعل في المصدر يبقى لازم النفي يكون بكلمة didn't. تعال نشوف نمبر 3 بيقول where do you like to read when you were. where دي فين؟ هتقول في الماضي يبقى لازم اقول where did. تعال نشوف نمبر 4 بيقول the cat didn't quiet last night. last night من علامات الماضي، طب ليه didn't غلط يا مستر؟ هتقول quiet ده مش فعل، quiet دي صفة فاجيب قبلها was aware فلازم اقول the cat wasn't quiet. طبعا حبايبي شكل ما قلت لكم بالظبط لازم تقرا النموذج اللي هو جايبه لي كويس عشان اقدر اكتب عن الفانتاستيك فاكيشن يو هاف. طبعا حبايبي العناصر اللي انا لازم اكتب فيها لازم اقول انا رحت فين where، لازم اسال what خلاص يعني ماذا فعلت، لازم اسال how ازاي، لازم اسال نفسي اسئله واجاوب على الاسئله دي عشان اقدر اكتب الباراجراف كويس. اسال انا رحت فين ورحت ازاي with whom، ولازم اعرف كمان مع مين، ماذا فعلت، وكمان how did you feel يعني كيف شعرت. لما اجاوب على الاسئله دي بشكل منتظم وبجمل كويسه هلاقي نفسي كتبت الباراجراف بكل سهوله. تعالوا حبايبي يلا نشوف التشالنجينج كويستشنز. Will you complete the sentences with the correct form of the words in brackets. حمزة gets up late this morning. We are nearly afternoon. خلي بالك بقى ان احنا امتى؟ الظهر. وبقول لي this morning هذا الصباح، يبقى اذا لازم اجيب ماضي got. Number 2 بيقول لي you do your homework last night. طبعا last night من علامات الماضي يبقى لازم طالما السؤال بفعل مساعد هسأل بديد والفعل بتاعي يو واقول did you do. هنشوف نمبر 3 بيقول لي سمير didn't clean his room or helped out at the family's workshop. خلي بالكوا حبايبي ان الفعلين منفيين، لما قلت didn't قلت didn't clean and didn't help، هنا انا نفيت الفعلين فبالتالي طالما نفيت الفعلين فلازم اجيب help، ما ينفعش اقول helped لان لو قلت or helped يبقى كده ساعد هو ما ساعدش، فهيلب هتبقى عايدة على didn't، يبقى didn't clean or didn't help. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو فهمت معانا شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد. حبايبي كل ما تشير اكتر كل ما نستمر معاك اكتر ان شاء الله ونسرع لك في المنهج. يلا لما كنت اشتركت في القناه اشترك بسرعه، ولما ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيه بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله، واستنونا في الحلقة اللي جاية مع الدرس الثالث والرابع من الوحدة الأولى. جود باي، السلام عليكم.